ومن جديد من جد تحياتنا المسائية للجميع، مستمرين معكم بفقرات استراحة الظهيرة لهذا المساء. وطبعا كالعادة وصلنا لفقرة خطار. بخطار اليوم رح نحكي في موضوع ومبادرة جميلة جدا أطلقتها شابة عراقية في عمان تحديدا، طبعا بأنشطة وبالإضافة كمان بمساعدة الآخرين ومن أيتام وأرامل وأيضا من كبار في السن وبالإضافة لذوي الاحتياجات الخاصة. أنشطة عديدة من سنوات عديدة في أوجه مختلفة للخير وبالإضافة بجهد خاص وفردي. اسمحوا لي أرحب معنا داخل الاستديو بصاحبة مبادرة إحسان ميس جهاد. أهلا وسهلا فيك ميس. أهلا بيش حبيبتي، نورتينا لليوم. أهلا وسهلا. يعني بداية بدي أبدأ ميس حول مبادرة إحسان. نعم. متى بدأت؟ متى انطلقت؟ شو كانت أهدافها؟ يعني متى إجت الفكرة في بالك بأنك تأسسي هذه المبادرة؟ نعم، بداية هو كان مجهود فردي من عام 2014. نعم. حتى وصلت لعدد كبير من العوائل المتعففة بالذات الأرامل والأيتام. من هذا المنطلق شفت أنه إذا أنا بمجهود فردي ما راح أقدر أسيطر على الموضوع، لذلك فكرت أسس فريق. جميل. حتى نساعد أكبر عدد ممكن من العوائل المتعففة الأرامل والأيتام من خلال المتبرعين والمتطوعين. جميل. نعم. طب الفريق اللي أسستيه كان يعني عبارة عن مجموعة من الشباب. نعم. كم كان عددهم في البداية؟ ومين الشباب اللي اخترتيهم؟ يعني مين هم المتطوعين اللي كانوا معك؟ طرحت الموضوع من خلال بيج سويته على الانستغرام. اخترت اسم إحسان. طرحت الموضوع ولقيت دعم من زملائي وزميلاتي، خاصة صديقاتي المقربات. بدينا الحملات بعدد صغير من زميلاتي. أول حملة كانت رحلة ترفيهية للأطفال الأيتام. نعم. وكان موجود عدد متطوعين لا بأس به بحدود 15. لذلك شفت ردود أفعال حلوة من زملائي وزميلاتي ومش الموضوع، وكل فترة أكيد ينضمون لنا ناس جديدين. حلو كثير. يعني الدعم، خلينا نحكي، من زملائك في الوسط اللي كنتي فيه أكيد يعني هم ساعدك بأنك أنت تأسسي هذه المبادرة. نعم. وتهتمي أكثر فيها. طيب ميس احكي لي، يعني أنت ذكرتي لي بأنه يعني أنا ذكرت في البداية بأنه أنتم بتقوموا مثلا بمجموعة من الأعمال الخير ومساعدة الأسر المتعففة وبالإضافة كمان كمحتاجين بشكل بأوجه مختلفة. نعم. أيضا ذكرتي بأنه بتقوموا بأنشطة. نعم. هاي الأنشطة بالضبط لمين؟ نستهدف بالفئة الأولى الأرامل والأيتام كون ماكو لهم معيل، بالدرجة الثانية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. جميل. وأكيد العوائل المتعففة. بالبداية كنت أستهدف بشكل خاص العراقيين، كونهم بغربة وكونهم بلا معيل هنا، وكوني مواطنة عراقية لذلك هذا واجب. جميل. ودائما أحب أشوف المواطن العراقي عزيز وما يحتاج أحد. فبذلنا يعني جهود كبيرة وسوينا إنجازات الحمد لله كبيرة حتى نشوف ما حد محتاج أو ما حد يمد إيده للغربة. بعدين الحمد لله صارت تجينا تبرعات أكثر كوني مقيمة بالأردن من سنوات عديدة. لذلك هو واجب ورد جميل للأخوة وأخواتي أيضا المواطنين الأردنيين والفلسطينيين والجنسيات الأخرى المتواجدة. يعني حتى الآن قدرنا نساعد كل الجنسيات من المحتاجين المتواجدين بالأردن. جميل. يعني أنه أنشطتكم تقريبا ومساعداتكم بهذه المبادرة بتشمل جميع الجنسيات مش أكيد. فقط العراقيين. أكيد. طيب يعني احكي لنا ميس عن مين اللي بدعم هذه المبادرات؟ يعني كيف جهات الخير مثلا بتقدم المردود المادي أو نعم. أنتوا بتجمعوا فلوس معينة أو من أشخاص معينين؟ نعم. شو الآلية اللي بتقوم عليها المبادرة؟ أحب أنوه على موضوع مهم، أنه كل الحملات وكل المساعدات اللي نقدمها هي أبدا غير ربحية بالنسبة لنا. الجهة الوحيدة المستفادة هم المحتاجين والناس اللي نقدم لهم المساعدات. جميل. الشيء الوحيد اللي ممكن نستفاد من عد احنا كآني او كباقي زملائي او زميلاتي هو الاجر اللي نهدف اليه من خلال هاي الحملات، واكيد ساعدتنا بعد تحقيق انجاز معين.
بخصوص الجهات الداعمة، ماكو أي جهات داعمة غير المتبرعين والمتطوعين اللي يساعدونا بالحملات اللي نطرقها وننظمها ونشتغل عليها. أها نعم جميل. طيب الفلوس من وين مصدرها بيكون؟ يعني هي نعم مساعدات، أو أنتم مثلا بتعملوا على الإنستغرام نعم ترويج مثلا لهذا الشيء، وفي بعض الجهات بتساهم فيها، ولا كيف؟ كمنظمة أو جهات خاصة ماكو، هي يعني تجي التبرعات من أفراد يعني بشكل عشوائي. أطرح الحملة على صفحتي على الإنستغرام أو على حساباتي الشخصية، ويبادرون الناس بالتبرعات، أجمعها أني أو أحد من زملائي وزميلاتي يساعدوني بالجمع. نعم بعد ما نوصل للمبلغ اللي نطمح له أو اللي مخططين له، نباشر مباشرة بالحملة. اها جميل نعم جدا. بس حابه اسالك انا عن مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا كشكل عام، كيف ساعدتكم فعلا بهذه المبادره لتوصلوا لكل الناس، سواء كانوا كمداعمين او حتى ناس متضرره حابين تساعدوها؟ السوشيال ميديا أكيد هي يعني ساعدتنا بشكل كبير واللي وصلتنا. أنا الحقيقة لما أكمل من حملة أنزلها على الإنستغرام، بس أنا أتعمد يعني إخفاء وجوه أي أحد من الناس اللي نساعدهم. صحيح. الوحيدين اللي نطلع هم إحنا كمتبرعين أو متطوعين أو مساهمين بالحملة، لأنه بالنهاية المتبرع راح يعرف هو لمن دا يتبرع، وبالنهاية راح يعرفون هم من المسؤول على هاي الحملات. بس الأطفال الأيتام أو أي أحد نساعده إحنا نتعمد نخفي وجهه. فلما ننزل هاي الحملات نشوف تفاعل الناس ويانا، نشوف فرحتهم بتحقيق إنجازاتنا. لذلك السوشيال ميديا لها دور كبير جدا أكيد بأنه الحملات تكبر، الحملات تنجح أو صوتنا يوصل أكثر. جميل. يعني احنا تابعنا صور على الشاشة الآن نعم مايس، يعني مثل ما ذكرتي فعلا انه اجمل شيء بالموضوع انه هلا بعصر السوشيال ميديا نعم صرنا عم، يعني صار مؤذي كثير الموضوع لما اي أكيد مبادرة انه بيتم عرض وجوه الناس وهي عم تاخذ أكيد المساعدات. هو بالنهاية يعني احنا اذا بدنا نقدم مساعدة او دعم لحدا، مو ضرور انه نأذي هذا الشخص من خلال انه صورته تبين، او حتى الناس تعرف انه اجته مساعده، او حتى كطرد غذائي او اي شيء. نعم طيب بس حابه اسال ميس انا عن موضوع ثقه الناس، يعني مثلا احنا الان بالوقت الحالي بنشوف كثير مبادرات، وبنشوف كثير كمان شباب بيشتغلوا على فكره بانه يساعدوا الناس من خلال حملات مثلا توصيل طرود او اي مساعدات ماليه. كيف اكسبتوا ثقة الناس؟ يعني أنا لمسته من خلال مبادراتكم العديدة بأنه في ثقة، يعني لما بنيجي على مبادرة إحسان نقدم دعم يوصلوا لجهات مثلا متضررة أو محتاجة، في ثقة لما أي شخص بيجي لعندكم. نعم كيف وصلتوا لهي الثقة؟ مثل ما ذكرت قبل شوية، أنا كل الحملات لما أسويها وأشتغل عليها أول شيء أوثقها من خلال الصور اللي موجودة. بس مثل نعم ما ذكرت أنه أنا بشكل أكيد أخفي وجوههم، وهي هاي قناعتي بهذا الموضوع. وحتى ايضا الناس اللي نساعدهم يعرفون انه احنا بنساعدهم الهدف سامي، مو بهدف تجارة بيهم ولا هدف ترويج احنا الفسنا بشكل شخصي. موضوع الثقة كبداية، انا بديت كانوا معارفي الناس المقربين اللي هم المتبرعين. بعدين لما احنا بدينا بشكل صح، كنت كل شيء أوثقه بسنود رسمية وأوديها للمتبرعين، يعني أي شيء سند قبض مباشرة موقع ومختوم من الجهة الرسمية والجهة المعنية، وهذا الشيء راح يبين لهم أنه يعني إحنا كل قرش نستخدمه للحملات، يعني إحنا نستغل كل مبلغ يجينا بشكل كامل للحملات. فالحمد لله ما طول بدينا احنا كبداية بشكل صحيح، استمرنا بشكل صحيح، صار صيت ثقة بين الناس واستمرنا عليه. تمام. احنا عم نشوف انشطة على الشاشة مايس، اللي هي اتوقع انه انتم عم تعملوا انشطة ترفيهية للايتام. نعم احكي لنا عن هذا الجانب، يعني مثلا هي باي وقت بتخصصوها، وشو الجهات، او خلينا نحكي انه بتعتمدوا مثلا جمعيات معينة تروحوا لعندها وتعملوا لهم انشطة للاطفال ولا كيف؟ من 2014 حتى قبل جائحة كورونا، احنا حاليا ما نقدر نسوي لهم تجمعات او نطلعهم، بس هم اطفال ايتام ويحتاجون ترفيه، خصوصا الفئات العمرية الصغيرة. صحيح.
ننظم الرحلات، أنظم لهم باصات بشكل آمن، أتفق مع إدارة الألعاب، دائما ألقى تسهيلات من قبلهم، أسعار خاصة من قبلهم، أوفرهم بيئة آمنة ونظيفة، وأخلي على كل عدد صغير من الأيتام عدد متطوعين يشرفون عليهم ويساعدوهم. ناخذ الأطفال بيوم ترفيهي، نصطحبهم من الصبح لحد وقت المساء، بداية يلعبون يغيرون جو، بعدين ناخذهم لوجبة الغداء، يكونوا قضوا يوم غيروا جو بي شو حلو، ونرجعهم بعدها. جميل، يعني أفكار جميلة، مو فقط إنه بس طرود وتوصل أو فلوس حتى وتوصل، لا، حتى أنشطة لا ترفيهية أكيد، للأطفال اللي محتاجين هذا الشيء. آخر حملاتكم تقريبا هي كانت حملة لروح الكابتن أحمد راضي، احكي لنا عن هاي الحملة ميس. بالبداية اسمحي لي أعزي نفسي وأعزي كافة الشعب العراقي بهذا المصاب الجلل. الحقيقة الكلمات غير كافية حتى نعبر عن حزننا نعم، بخسارة أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي، اللي طالما فرح العراقيين وطالما رفع اسم العراق عاليا كل المحافل الدولية. كنا نترقب انه يوصل المرحوم للمملكة الأردنية الهاشمية ويتلقى نعم، العلاج اللازم، بس للأسف صدمنا حقيقة بخبر وفاته. فور سماعي بخبر وفاته وبعد ما تأكدت من عنده، أول شيء خطر ببالي انه شنو لازم نقدم فتشي على روحه او شنو لازم نعمل على روحه. فأول شيء خططت إلى انه نوزع طرود غذائية للعوائل المتعففة على روحه. جميل، نعم، ووزعنا عدد كبير من الطرود الغذائية على روحها، الحجم الكبير حد الآن تجاوزت 150 طرد. مستمرين بتوزيع وجبات الغداء للعوائل المتعففة أيضا على روحها. نسبة كبيرة من التبرع أو المشاركة كانت من عائلة المرحوم شخصيا. نعم أدعي لهم الله يصبرهم على هاي نعم واحنا كمان يعني الفاجعة. ندعي لعائله المرحوم وكل محبيه ايضا الكابتن احمد راضي، ربنا الله يلهمهم الصبر يرحمه. والسلوان. يعني كانت فاجعه كبيره على جميع الاوساط، مش فقط بس في العراق، ايضا نعم في الوطن العربي وفي العالم ككل. يعني هذا النوع من المبادرات ميس قديش يعني بتلمسوا فيه اثر في المجتمع؟ يعني لما تقوموا بمبادرات عن روح الكابتن احمد راضي، اكيد يعني الكابتن احمد راضي ما كان مثلا هو شخص فقط معروف في العراق، حتى في العاصمه عمان معروف وله جمهوره ومحبين بشكل كبير. نعم شو الاثر اللي بتلمسوه بعد هذه المبادرات؟ أحمد راضي كان الإنسان صاحب الأخلاق الطيبة، وهو كان أيضا محب العمل الخير، لذلك أنا أول شيء خطر ببالي نسوي هي هو نطلع شيء على روحه. لما نقدم هاي المساعدات أكيد إنه إحنا دا نلمس أو دا نحقق مبدأ التكافل الاجتماعي نعم بين الناس. من خلال هاي المساعدات بدنا نخفف الضغط النفسي على كثير من الناس، بدنا نمد يد العون عنهم، بدنا نخفف عنهم العبء المادي أيضا عليهم. وهي يعني الحملات مو بس عينية، احنا أيضا نساعدهم بتبرعات مادية جميل، من كفالات أيتام، مساعدات بالعلاج، الطرود الغذائية بشكل مستمر، تسديد الإيجارات والفواتير، لذلك أكيد لها أثر كبير على صحيح. المجتمع ودلمس بين الناس إنه تخفف عنهم حمل كبير. يعني أفكار جميلة نعم وروح طيبة مبينة واضحة في هذه المبادرة، لكن أنا حاب أعرف ميس يعني مستقبلا إيش بتفكروا؟ يعني هلأ مثلا في مبادرة إحسان، إيش مثلا ممكن تتوسع أكثر، أو مثلا ممكن يكون فيها رقعة جغرافية أكبر تطلع برا عمان مثلا، لوين ممكن توصل إحسان؟ حقيقة عمل الخير ومساعدة الآخرين ما لا نهاية، احنا قد ما ساعدنا ناس أكيد راح يبقى أكو آخرين يحتاجون صحيح، مساعدة. واحنا حملاتنا ما تقتصر بس على الأردن، احنا أيضا بالعراق خاصة بغداد، وعندي متطوعين من زملائي وزميلاتي بالبصرة بشمال العراق، يعني موجودين تقريبا بعدة محافظات. وبالأردن وصلنا أيضا الكثير من المحافظات، مو بس داخل عمان، تقريبا وصلنا إلى أغلب محافظات المملكة. نهدف أيضا، نهدف أكيد إنه نتوسع، نوصل أكثر. نفكر بالمستقبل القريب إنه يكون لنا مكاتب رسمية، نتمنى دعم من الجهات المسؤولة
معنية بهذا الموضوع. إذا صارت لنا تسهيلات وصارت لنا أوراق رسمية نقدر من خلالها نفتح مكاتب إغاثة، هذا الشيء راح يخوننا وأكيد راح يساعدنا نوصل للناس أكثر. جميل جدا، يعني بتفكروا بطريقة جدا جميلة وعم بتحاولوا توسعوا قد ما بتقدروا هذا المشروع أو هذه المبادرة الطيبة. يعني أنا بدي أطلب منك طلب أخير مايس، بأنه كل اللي بيتابعونا الآن أكيد في ناس مثلا عندها حب للخير وبتحب مثلا تساهم وبتحب يكون لها دور مميز في مثلا في أوجه الخير المختلفة، لكن ما بتعرف وين تروح، ما بتعرف كيف توجه هذا الخير. في ناس مثلا أنا بسمعهم كثير منهم بيقولوا مثلا أنا ما بعرف ناس مثلا محتاجة، أنا كل اللي حوالي أو بعرفهم وضعهم المادي منيح، فما بيعرفوا يتوجهوا مثلا لمبادرة معينة أو لجمعية معينة. من خلال تجربتك في هذا العمل، شو بتنصحي الناس اللي بتتابعنا الآن كيف ممكن فعلا أنهم يتوجهوا لأصحاب المبادرات ويكونوا مطمئنين بأنه مالهم فعلا بيوصل للجهات المتعففة؟ أكيد الناس ما ننفذها. يعني بالنهاية أي أحد إذا ينوي على حملة كبيرة أو مساعدة بشكل منظم يحتاج أحد خبير بهذا المجال، فأصحهم دائما أنه يتوجهون لأحد عنده خبرة حتى توصل تبرعاتهم للجهة الصحيحة. أنصحهم يتوجهون لأحد يثقون به، أحد سابقا تعامل وياه، يتابعون الموضوع، ياخذون السندات اللي تأكد وتثبت انه اموالهم راحت للجهة الصحيحة. بالنهاية اذا نتكلم من ناحية دينية فكنا نعرف الصدقة شنو فوائدها وتوابعها، واذا نتكلم من ناحية اجتماعية كل شخص قادر على المساعدة وكنا لازم نساعد ولو شيء بسيط، هذا الشيء راح يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي بيننا، راح يحسن من مجتمعنا، راح نساعد ناس أكثر، أكيد راح نخفف من كومة سلبيات تحصل بالمجتمع. لذلك بكل سهولة يقدرون أي أحد يلجأ الناس يعرفهم أو يثق بهم متأكد بهم، وأكيد راح يقدموا له المساعدة وتوصل بشكل صحيح. جميل. طب إذا بدنا نطلب، يعني إذا في حد مثلا بيتابعنا الآن حاب يتواصل مع مبادرة إحسان، شو طرق التواصل معكم مايس؟ حاليا موجودة صفحتنا على الانستغرام اللي هي احسان_جو.ايراك، يقدرون يراسلونا بأي وقت أو يتابعون الستوري اللي ننزل بيها احنا بشكل مستمر، نعلن بيها عن الحملات المستقبلية، يقدرون يتطوعون ويشاركون ويانا. جميل، جهودكم طيبة مايس وبتمنى لكم التوفيق، يعني عمل الخير دائما ربنا بيبارك فيه وبيكون دائما هيك يعني بيزيده سبحان الله. أكيد. يعني فإحنا بنشكرك مايس، أنت صاحبة أكيد هذه المبادرة الطيبة وبنتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله هيك يعني كل الأمنيات اللي تمنيتيها في الأيام المقبلة إنها تكون فعلا تتحقق ويتوسع أو تتوسع مبادرتكم بشكل أكبر. شكرا لك مرة ثانية، نورتينا لليوم. شكرا لحضرتك، شكرا لفريق الإعداد اللي قاموا على هذا الموضوع، نسلط الضوء على هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيكي مايس مرة ثانية. أهلا وسهلا.